أصيب مدنيان برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في حي الروضة شمال شرق تعز، وقالت مصادر محلية إن عملية القنص تزامنت مع قصف بقذائف الهاون على الأحياء السكنية شرقي المدينة. يأتي هذا التصعيد الحوثي بعد رفضها تنفيذ المقترحات الأممية بشأن تجديد الهدنة التي انتهت مطلع الشهر الجاري. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا من تعز مراسل يمن شباب أيمن قائد. أيمن، جمعة مباركة. إذن عمليات قنص واستهداف حوثي لحي الروضة، أطلعنا على ما يجري. نعم هشام، إذن تستمر محاولات ميليشيا الحوثية الإرهابية في إحراز أي تقدم على الأرض في جبهات محافظة تعز من مختلف المحاور. خلال الساعات الماضية من هذا اليوم ومن ليل أمس الخميس، شهدت عدد من الجبهات تحركات الميليشيا الحوثية الإرهابية استخدمت خلالها أنواع من الأسلحة المتوسطة والثقيلة في قصف مواقع قوات الجيش الوطني في عدد من الجبهات أبرزها الدفاع الجوي ومواقع الجبهة الغربية، عقب استخدام الميليشيا الإرهابية الحوثية تعزيزات عناصر مسلحة إلى مختلف جبهات المحافظة، وهي المرة الثانية التي تستخدم فيها الميليشيا هذه التعزيزات، حيث استخدمت أو رفضت وحدات استطلاع في الجيش الوطني استخدام الميليشيا لتعزيزات قادمة من محافظات مجاورة لمحافظة تعز. استخدمت الميليشيا هذه التعزيزات إلى هذه المواقع نتيجة الخسائر التي تكبدتها الميليشيا خلال هجماتها الماضية التي نفذتها على مواقع الجيش حتى في فترات الهدنة خلال الهجمات التي كانت تشنها على مواقع الجيش. خلال الساعات الماضية أيضا هشام، نفذت الميليشيا الإرهابية قصفا مدفعيا على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، أبرزها حي الروضة الشمالية الشرقي في المدينة. استهدفت الأحياء السكنية وهناك أضرار مادية في مباني سكنية أو في ممتلكات المواطنين. أيضا قناص ميليشيا الحوثي الإرهابية المتمركز في إحدى تلال المطلة على الأحياء الشمالية الشرقية قنص اثنين من المواطنين في حي الروضة تحديدا جوار فندق سبا. هناك العديد من الانتهاكات التي ما زالت تمارسها الميليشيا الإرهابية بحق المدنيين في مدينة تعز العام الثامن على التوالي، وإزاء هذه المستجدات الميدانية ينتظر ابناء مدينة تعز أي موقف جاد من قبل المجلس الرئاسي لتحريك الجبهات بشكل فاعل و نعم. أيمن، هذا عسكريا، ماذا عن الحملة الأمنية وما الجديد بشأنها؟ نعم، الحملة الأمنية في آخر تصريح للسلطات الأمنية أعلنت عن استمرار تحرك القوات الأمنية والحملة الأمنية والأطقم العسكرية التي تواصل انتشارها بحسب إعلان مركز الإعلام الأمني. فإن الحملة ما تزال تنتشر، وفي آخر ساعات ليل أمس نفذت الحملة انتشارا في حي كلابة، وهو الحي الذي قال مدير شرطة محافظة تعز بأن هذا الحي تتواجد فيه عناصر أمنية مطلوبة، وبأن الحملة الأمنية لن تتراجع حتى تحقيق كامل أهدافها. وكان مدير عام الشرطة قد أعلن خلال مراسم تشييع أحد شهداء الحملة الأمنية الذين استشهدوا في اشتباكات مع أحد المطلوبين أمنيا، قال مدير عام الشرطة بأنه سيستمر في هذه الحملة حتى القبض على كافة المطلوبين أمنيا الذين يتواجدون في خطوط، الذين فروا إلى بعض المواقع التي هي بالمقربة من خطوط. وضحت الصورة. الحملة بعد عشاء يوم أمس. نعم، كل الشكر لك مراسل يمن شباب من تعز أيمن قائد.